لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفه وجهه نظر الاستاذ مصطفى كامل. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. استاذ مصطفى، بماذا تفسر قصف السفاره الامريكيه في بغداد بصاروخ كاتيوشا؟ احييك واحيي مشاهديك الكرام. أهلا هذه بكم. الالاعيب الصبيانيه التي يرتكبها ارهابيو الميليشيات الحشد الشعبي يعني لا تسمن ولا تغني من جوع كما يقال، ولن تحمي إيران من أي غضبة أمريكية قادمة، وأنا أتوقع أنها ستكون قادمة بعد القمة الخليجية والقمة العربية المنتظرة بعد 10 أيام في مكة المكرمة. نعم، بعد أول رد فعل للخارجية الأمريكية طبعا حملت إيران والميليشيا التي تسيطر عليها إيران المسؤولية عن الهجوم. الملاحظة بأن الميليشيات ردت وتبرأت عن الهجوم على السفارة الأمريكية، إذن أين التهديد والوعيد الذي كان يطلق دائما من الميليشيات للمصالح الأمريكية في العراق؟ هذه الميليشيات الإرهابية ملأت الجو صراخا بالحديث عن تهديد المصالح الأمريكية والمقرات الأمريكية الموجودة سواء السفارة أو القنصليات أو القواعد الأمريكية، لكن في الحقيقة هؤلاء يعني جبناء إلى الحد الذين لا يستطيعون أن يعني يظهروا إجرامهم أو قوتهم إلا على الأبرياء من شعب العراق. فالجميع يعرف كم سفكت هذه الميليشيات الإرهابية من دماء الأبرياء العراقيين ولم تتناول في هجماتها أو لم تنل في هجماتها من القوات الأمريكية المحتلة، بل بالعكس عملت في ظل وجودها وفي ظل حمايتها وفي ظل رعايتها التامة طيلة السنوات التي عقبت غزو العراق. إذا كانت الميليشيات تتبرأ من عمليات قصف محيط السفارة الأمريكية في بغداد، إذن من له مصلحة في قصف السفارة؟ لا شك أن الميليشيات الإرهابية هي من حاولت هذه أو من قامت بهذه المحاولة الحمقاء، وأنا أقول أنها حمقاء لأنها لا يمكن أن تؤثر في ميزان الصراع الأمريكي الإيراني. الجميع يعرف ما هو يعني موازين الصراع وما هو حجم طرفي الصراع سواء الأذرع الإيرانية أو القوات الأمريكية. يعني الجميع يعرف تفوق الولايات المتحدة في هذا الصراع، ولكن كما يعلم الجميع أن المنطقة التي أطلق منها هذا الصاروخ البدائي هي تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية المؤتمرة بأمر إيران. العراق كله يعني في الجانب العسكري والأمني والإداري والحكومي خاضع للسلطة أو سلطة الميليشيات الإرهابية الإيرانية ولسلطة قاسم سليماني الحاكم الحقيقي في العراق، وبالتالي هم من يتحملون جميع هذه الخروقات الأمنية سواء منها ما يستهدف السفارات أو المقرات الدبلوماسية أو أي من حتى ما يستهدف المواطنين العراقيين. نعم، الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.